ابشري يا عمان عيدك كل عام في حكم قابوس دايم تفرحين، اعتليتي بالفخر فوق الغمام، عامره يا بلادنا طول السنين. ابشري يا عمان عيدك كل عام في حكم قابوس دايم تفرحين، ابدا ما يضام، وانت يا قابوس له درعا حصين، اعتليت بعز في اعلى مقام، امتطيت المجد بالحق المبين. من الكويت دار الصباح، دار السلام والإنسانية، إلى عمان قابوس مهد الحضارة والتاريخ، لك منا يا مجان يا مزون يا عمان ألف سلام وألف تحية. بإرادة قوية وعزيمة صادقة وبكل إخلاص وتفان، يواصل العمانيون مسيرتهم التنموية بخطى مدروسة من أجل بناء حاضر مشرق عظيم وأعداد مستقبل زاهر كريم، بقيادة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، الذي قاد مسيرة عمان الحديثة بكل حكمة واقتدار. ففي 18 من نوفمبر من كل عام يتوج العمانيون مسيرتهم التنموية محتفلين بذكرى عيدهم الوطني المجيد، لتتحول السلطنة بمدنها وشوارعها إلى لوحة فنية تعكس فرحة العمانيين. إن لعمان القديمة دورا هاما وإسهاما متواصلا في تاريخ الحضارة الإنسانية، إذ يروي لنا التاريخ غنى التجربة الحضارية العمانية ودورها في بناء عمان الحديثة، حيث لعب موقعها الاستراتيجي دورا حضاريا نشطا تفاعل منذ القدم مع كل مراكز الحضارة في العالم من خلال موقعها المطل على بحر العرب وبحر عمان والخليج العربي، كما أنها تتحكم بمضيق هرمز الذي يعتبر من أكثر المواقع الحيوية أهمية في المنطقة، حيث يربط بحر عمان بالخليج العربي وهو بوابة دخول السفن القادمة من المحيط الهندي وبحر العرب. وتميزت الملاحة العمانية القديمة عن غيرها من مراكز الخليج بعظمة سفنها وأهمية تجارتها من النحاس الذي كان يعد سوقا رائجا في بلاد وادي الرافدين. وكانت عمان إحدى المراكز الحيوية على طريق الحرير بين الشرق والغرب، وقد احتلت مركزا تجاريا وبحريا مزدهرا في المحيط الهندي حتى السنوات الأخيرة من القرن 19. ولم يقتصر نشاط الإنسان العماني في العصور التاريخية القديمة على التعدين والتجارة والملاحة، وإنما كان له نشاطه في مجال الزراعة، وذلك أن الدول القوية في التاريخ القديم والحديث تجد مبررات قوتها دائما في اقتصاد متنوع ومزدهر. من هذه الأرضية الحضارية الخصبة انطلقت مسيرة نهضة الدولة العمانية الحديثة في 23 من يوليو عام 1970 بقيادة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، لبناء حاضر مزدهر يربط بين الماضي العريق والمستقبل المشرق. إن تقدم النهضة العمانية بمقياس عمرها يعتبر إنجازا استثنائيا بفضل ما تهيأ لها من قيادة حكيمة أخذت على عاتقها كل مقومات النهوض وشرعت بتمهيد الطريق الذي يمكنها من تحقيق الهدف المبتغى والطموح المنشود، وفي مقدمتها إسعاد المواطن العماني وتوفير سبل الحياة الكريمة له وتمكينه في الوقت ذاته من الإسهام والمشاركة بشكل فعال
في صياغة وتوجيه التنمية الوطنية في جميع المجالات وتشييد صرح الدولة العصرية القادرة على تحقيق طموحاته. إن المتحدث عن منجزات النهضة المباركة بقيادة حضرة مولانا صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد يحفظه الله ويرعاه أمر صعب الإلمام بها، ولكن بإيجاز أقول وأنا ممن عايش العهدين أن هناك فعلا طفرة هائلة في كافة القطاعات في التنمية الشاملة في الجوانب الصحية والجوانب الاقتصادية والجوانب التعليمية والجوانب الفكرية والجوانب السياحية. وعمان اليوم غدت يعني حديث المجتمع الدولي لما وصلت إليه من تقدم وازدهار بفضل القيادة الحكيمة والواعية. هناك في عمان لا تكاد تكون بقعة إلا وصلت إليها يد التنمية والبناء، فلم تكد تفرق بين العاصمة مسقط وبين القرى البعيدة عنها. مسيرة التنمية بدأت في سلطنة عمان مع عام 1970، وقد بدأت ببعض المشاريع في تلك الفترة، لكن أول خطوة عملية في سبيل إحداث عمل تنموي كان في منتصف سنة 1900 في منتصف السبعينات، بالتحديد في سنة 1976 عندما بدأت تطبيق أول خطة تنموية في عمان. وسبق تلك الخطة لإعداد ما يسمى بالاستراتيجية التنمية الشاملة التي وضعت فيها فلسفة التنمية في عمان، وطبقت منذ ذلك الحين عدد من السنوات من الخطة التنموية الخمسية إلى أن جاء سنة 1995 وعقد مؤتمر سمي بمؤتمر الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني. عندها وضعت رؤية مستقبلية حتى العام 2020 بناء على ما تم إنجازه في السنوات السابقة، وأدخلت عليه بعض العناصر التي استجدت سواء كان على الصعيد الوطني أو الصعيد العالمي، ودخلت تخطيط تنموي مرحلة جديدة في تلك الفترة. ثم استمر الحال كذلك إلى 2000 وإلى بداية الخطة الخمسية الحالية، عندما أيضا استدعى الأمر وجود يعني تصور آخر أو إضافات جديدة للخطة، واستحدث المجلس الأعلى للتخطيط الذي أخذ على عاتقه تنفيذ الخطة الخمسية الحالية وكذلك إعداد رؤية مستقبلية أخرى للاقتصاد العماني من العام 2020 إلى العام 2040، وهكذا فنحن الآن في آخر الخطة التنموية الثامنة، الخطة الخمسية التنموية الثامنة. إنما تحقق على امتداد السنوات الماضية في عمان هو في الواقع ثمرة تخطيط عملي واعٍ ومثابرة وقدرة على متابعة العمل لتحقيق الأهداف الوطنية في ظل تلك العلاقة العميقة بين الوالد القائد وأبنائه في شتى بقاع السلطنة، وهي من أبرز السمات التي تميزت بها مسيرة النهضة العمانية الحديثة منذ انطلاقتها. إن هنا انفصلنا على 44 عاما من النهضة المباركة، ما تحقق فيها من إنجازات خلال هذه السنوات التاريخ يشهد والواقع يشهد على ذلك. لو قارنا ما قبل 70 وما بعد 70 طبعا كانت رؤية واضحة وكانت المقارنة واضحة أيضا، ولكن دائما الأمنيات لتحقيق الإنجازات هي مطلب من الجميع. خلال السنوات الماضية تمت التنمية بوتيرة متسارعة في شتى المجالات. هذا فيما حرصت سلطنة عمان منذ بداية نشأتها أن يكون لها دور إيجابي وملموس في كل ما يمكن أن يحقق الخير والسلام والأمن والاستقرار لهذه المنطقة وعلى كل المستويات الإقليمية والدولية من حولها. إن للنظام الأساسي والهيكل التنظيمي في سلطنة عمان دورا هاما في بناء الدولة العصرية العمانية وإقامة مؤسساتها، حيث تعد أحد المحاور الأساسية التي ارتكزت عليها جهود التنمية الوطنية الشاملة في ظل القيادة والفكر المستنير لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه. التطور خلال 44 عام تطور ملحوظ جدا، فكانت لا توجد لدينا يعني بما معناته
نسبة تذكر من المقومات الاقتصادية. وهذا القائد العظيم بنى هذه النهضة من كل جوانبها، من جوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، واليوم عمان أصبحت محط انظار للجميع. ابشري يا عمان عيدك كل عام في حكم قابوس دايم تفرحين، اعتليتي بالفخر فوق الغمام، عامره يا بلادنا طول السنين. ابشري يا عمان عيدك كل عام يلا في حكم قابوس دايم تفرحين، افرحين حيث شكل النظام الأساسي للدولة العمانية الصادر وفقاً للمرسوم السلطان رقم 101/96 حجر الأساس القوي والمتين الذي انطلقت به سلطنة عمان لتحقيق المزيد من التقدم والرخاء لعموم أبناء السلطنة. ويمثل النظام الأساسي الإطار القانوني الذي يتحرك المجتمع في نطاقه وتستمد منه أجهزة الدولة المختلفة أس عملها ودورها وتحتكم إليه. وقد جاء هذا النظام بعد نحو ربع قرن من العمل الجاد والجهد الشاق المتواصل، وتأكيدا على أهمية مشاركة جميع أفراد المجتمع في عمان في مسيرة التنمية الشاملة بما يتماشى مع متطلبات التطور والعصر، تم تعديل بعض من أحكام النظام الأساسي للدولة وللمرة الأولى بموجب المرسوم السلطاني رقم 99/2011. أما الهيكل التنظيمي للسلطنة فيتكون من أولا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، هو رأس الدولة ورئيسها والسلطة العليا النهائية لها، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة. وقد حددت المادة 42 من النظام الأساسي للدولة المهام التي يقوم بها جلالته. ثانيا مجلس الوزراء، ومن مهامه معاونة جلالة السلطان المعظم في رسم السياسة العامة للدولة وتنفيذها. ثالثا مجلس الدفاع، وقد تم تشكيله بموجب المرسوم السلطاني رقم 105/96 ويكون برئاسة جلالته وعضوية 8 شخصيات بحكم مناصبهم، ومن مهامه المحافظة على سلامة السلطنة والدفاع عنها. رابعا مجلس الأمن الوطني، ويختص بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بالأمن الوطني، ويعقد المجلس جلساته برئاسة جلالة السلطان في الحالات التي يراها جلالته. خامسا مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة، ويعنى بشؤون موارد الطاقة من حيث العمل على تطوير مصادرها وتنمية مساهماتها في الاقتصاد الوطني وتحسين سبل استخدامها. سادسا مجلس محافظي البنك المركزي العماني، ويتولى وضع السياسات النقدية الملائمة للسلطنة، ويقوم أيضا بإدارة البنك المركزي العماني وإصدار العملة والرقابة على المؤسسات المصرفية. سابعا المجلس الأعلى للقضاء، ويهدف إلى العمل على استقلال القضاء وتطويره، وله بصفة خاصة رسم السياسات العامة للقضاء والعمل على ضمان سير العمل في المحاكم والادعاء العام. ثامنا المجلس الأعلى للتخطيط، ويهدف إلى وضع الاستراتيجيات والسياسات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة في السلطنة وإيجاد الآليات التي من شأنها تطبيق تلك الاستراتيجيات والسياسات. تاسعا اللجان العليا والمجالس الفرعية والهيئات العامة، ومن مهامها العمل أو الإشراف على قطاع محدد لوضع رؤية متكاملة والتنسيق مع الجهات الأخرى لتحقيق المصلحة العامة. فالعمانيون منذ القدم صناع حضارة، ولهم موروثهم التاريخي العظيم وانفتاحهم على الحضارات الأخرى
عبر البحار والمحيطات وسعيهم إلى التواصل مع الآخرين. أبشر يا عمان عيدك كل عام بحكم قابوس دايم تفرحين، اعتليتي بالفخر فوق الغمام، عامرة يا بلادنا طول السنين. أبشر يا عمان عيدك كل عام بحكم. وانطلاقا من حرص جلالة السلطان المعظم على أن يبقى المواطن العماني شريكا حقيقيا للحكومة في عملية التنمية والرقي وأن يؤدي دوره من منطلق ما تقتضيه هذه الشراكة، أقيمت المؤسسات التي تتيح له أن ينهض بدوره في خدمة وطنه وتطور مجتمعه، حيث كان إنشاء مجلس عمان بمجلسيه الدولة والشورى علامة أخرى ومفصلا من مفاصل التاريخ تبرهن على أن ما جاء من أجل الوطن والمواطن ومن يحرص على الالتقاء بشعبه في محافظاتهم وقراهم لن يحيد عن وعده بتطوير منظومة الشورى العمانية. الشورى في عمان متأصلة منذ القدم، وقد خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم أهل عمان من خلال ملكيها كدولة مستقلة من قبل 1400 عام، وهذا الخطاب مشهور، ومن ذلك الوقت كانت فيه مشورة في الدخول إلى الإسلام، وقد كان لدخول الإسلام في عمان أثرا طيبا في عملية التشاور بدءا من الأسرة انتهاءا بالقبيلة ثم الدولة. وقد لعبت المجالس العمانية فيما تعرف بالسبلة دورا بارزا في عملية الشورى، وهي ما تعرف بمجلس الشورى المصغر أو برلمان القبيلة. كان كل شيء يدار من خلال التشاور والتراضي ورفع التوصيات أو المقترحات في بالتراضي فيما بينهم، وإن كانت بالأغلبية تنقصها فقط كانت الأدوات الحديثة والتوصيف المؤسسي. وتحقق هذا بعد يعني بزوغ النهضة المباركة على يد مولانا جلال السلطان يحفظه الله، من خلال يعني مشاركة كافة المجتمع في شؤونه، وبدأ ذلك بتشكيل المجالس المتخصصة الذي كان منها المجلس الاستشاري للدولة المعين، ثم المجلس الشورى الذي وصل الآن إلى ما وصل إليه من تقدم وازدهار ومن صلاحيات كبيرة، فأصبح حقيقة له الثقل وله الهيبة وله الشراكة الحقيقية في بناء هذا الوطن. ويتكون مجلس عمان من مجلس الدولة الذي يعين جلالة السلطان أعضاؤه من بين أفضل الخبرات العمانية، ومن مجلس الشورى الذي ينتخب المواطنون العمانيون ممثلي ولايتهم فيه. وحظي المجلس في فترته الخامسة التي بدت من عقادها السنوي الأول في العام 2011-2012 بمجموعة من الصلاحيات التشريعية والرقابية أصبحت مكسبا مهما في مسيرة الشورى العمانية التي قطعت أكثر من 20 عاما منذ نشأة مجلس الشورى عام 1991 وتبعه إنشاء مجلس الدولة في عام 1997. وقد نقلت هذه التشريعات اختصاصات مجلسي الدولة والشورى من دور رفع التوصيات والاقتراحات والدراسات إلى دور اقتراح مشروع القرار التشريعي والرقابي، سواء في اقتراح مشاريع قوانين جديدة أو مراجعة قوانين نافذة، وذلك وفق ما تتطلبه المرحلة التنموية الحالية والقادمة. وهذا ما يجعل الدور الذي يقوم به مجلس عمان دورا محوريا وهاما. مجلس الشورى يعمل وفق ما منح من صلاحيات تشريعية ورقابية، ويمارس من خلال هذه الصلاحيات يمارس أعماله بجد واجتهاد ومثابرة، والحمد لله يعني عمل مجلس الشورى مشهودا له ومعروفا لدى جميع المواطنين يعني. وجلال السلطان داعم أساسي وداعم شخصي لمسيرة الشورى
وما هذا المبنى الذي الآن نحن نفخر به والذي يعد أحد معالم عمان الحضارية إلا يعني عطاء من معطيات هذه النهضة المباركة الذي يعكس ماضيها التليد وحاضرها المجيد ومستقبلها بإذن الله تعالى المشرق. يعني كان هناك تدرجا في هذا المجال، فتأسس منذ فترة مجلس عمان للزراعة والأسماك بالتعيين، ثم جاء المجلس الاستشاري وكان بالتعيين، إلى أن جاء مجلس الشورى وأصبحت الانتخابات مباشرة، كل ولاية تنتخب من يمثلها، بعض الولايات بعضوين وبعضها اللي عدد سكانها أقل من 50,000 بعضو واحد. أصبح في الدورة الانتخابية الماضية أصبح المرشحون للانتخابات يعبرون عن برامجهم، وإن شاء الله في المستقبل سنرى تطور أكبر يعني يتواكب مع احتياجات المجتمع ومع ظروفه ومع مقدرة الناس عن التعبير عن آرائهم أيضا. والحمد لله هذا يعني المشاركة الشعبية والبرلمانية في عمان تتأصل وتتزايد سنة بعد أخرى، والآن مجلس الشورى أصبح له دور كبير في قضايا التشريع، وهو لا يعبر فقط عن آراء الأعضاء، وإنما الأعضاء ومجلس الشورى يستجيب أيضا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عن متطلبات الناس وآراهم، ويطرح أشياء، المواطنون يطرحون أمورهم مباشرة على أعضاء مجلس الشورى ليعبروا عنها ولتصاغ السياسات بناء على احتياجات المواطنين. وإن من أبرز ما يميز مجلس الدولة في فترته الخامسة تعيين 15 امرأة في عضويته من أجمالي 84 عضوا، ما أكد حرص جلالة السلطان المعظم على إشراك المرأة العمانية في عضوية هذه المؤسسة الرفيعة، بالإضافة إلى ثقة جلالة القائد في قدرات المرأة العمانية وإمكاناتها للقيام بمسؤولياتها في المشاركة الوطنية. كما حظي مجلس الشورى بصلاحيات استجواب أي من وزراء الخدمات في الأمور المتعلقة بتجاوز صلاحياتهم في مخالفة القوانين ومناقشة ذلك من قبل المجلس، ورفع نتيجة ما توصل إليه في هذا الشأن إلى جلالة السلطان. ومما لا شك فيه أن مسيرة التنمية العمانية استطاعت عبر الخطط المتتابعة أن تحقق تكاملا وتوازنا إلى حد كبير في توزيع ثمرات التنمية على كل محافظات السلطنة، حيث انتشرت المشروعات الكبيرة والمناطق الصناعية من مسقط إلى صلالة، ومن صور إلى صحار، ومن نزوة حتى مسندم والبريمي، ومن عبري حتى الدغم، في تكامل يسير في إطار الأولويات الوطنية واحتياجات كل محافظة، وحتى احتفالات البلاد بالمناسبات الوطنية والدينية، وفي مقدمتها العيد الوطني المجيد، فإنه يتم الاحتفال به في مختلف محافظات السلطنة. خلال السنوات الماضية تمت التنمية بوتيرة متسارعة في شتى المجالات وشتى الاقتصاد بمختلف أنواعه. يعني مثلا كذلك أول كانت دائما التنمية تعتمد على نشاط معين مثل النفط وما شابه ذلك، لكن الحين يجب أن يكون هناك تنوع اقتصادي في مختلف المجالات، ولذلك من ضمن التنوع الاقتصادي أيضا التنوع في الأمن الغذائي والمائي. السلطنة متجهة بإذن الله في ناحية الاهتمام بالأمن الغذائي والمائي من خلال تنوع السلطنة، بما حيث أن سلطنة عمان تتنوع بثلاث مناخات أساسية، مثلا مناخ حوض البحر الأبيض والمتوسط، وهذا يصلح فيه زراعات معينة كفواكه وما شابه ذلك، وموجود هذا المناخ معنا في الجبل الأخضر، وكذلك مناخ الصحراوي وشبه الصحراوي، ويتواجد هذا المناخ أيضا في محافظة الظاهرة ومحافظة الداخلية وأيضا محافظة الشرقية شمالها وجنوبها. الطفرة العمرانية والاقتصادية في البلد حقيقة لا أحد يتوقعها، يعني في إنجاز في خلال 44 عام، طفرة كبيرة جدا حقيقة. عمان كانت يعني مستواها ما فيها أي بنية أساسية ولا اقتصادية ولا سياحية، أما ترى عمان اليوم الحقيقة من المباني ومن الاقتصاد
الخدمات، البنية الأساسية مثل الشوارع، المساكن، الاقتصاد، يعني الحمد لله مستوى عالميا. جيت على الصحة، الآن نحن حصلنا على مستوى الثامن عالميا في مجال الصحة. الحقيقة الاقتصادية يعني اقتصادنا طيب والحمد لله رب العالمين، يعني قوي جدا. أبشر يا عمان عيدك كل عام في حكم قابوس دايم تفرحين، اعتليتي بالفخر فوق الغمام، عامره يا بلادنا طول السنين. أبشر يا عمان عيدك كل عام في حكم قابوس دايم تفرحين، ويعد التقسيم الإداري للسلطنة من الملامح المميزة للدولة العصرية، وقد تم اعتماد هذا التقسيم بموجب المرسوم السلطاني رقم 114 على 2011، حيث اشتمل التقسيم الإداري للسلطنة على 11 محافظة، هي محافظة مسقط، محافظة ظفار، محافظة مسندم، محافظة البريني، محافظة الداخلية، محافظة شمال الباطنة، محافظة جنوب الباطنة، محافظة جنوب الشرقية، محافظة شمال الشرقية، محافظة الظاهرة، محافظة الوسطى. ولقد شكل المواطن العماني على امتداد سنوات النهضة الحديثة حجر الزاوية وركيزة أساسية من ركائز التنمية الوطنية العمانية في ظل الرعاية الدائمة والمتواصلة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، الذي أكد على ضرورة الاهتمام بالموارد البشرية ومنحها الأولوية القصوى في خطط وبرامج التنمية. وقد حظيت كافة قطاعات المجتمع العماني بالرعاية والاهتمام الدائم والمباشر، خاصة قطاع الشباب الذي حظي برعاية خاصة كونه قوة الحاضر وأمل المستقبل وقائد التنمية والتطور في مختلف المجالات. إن المتتبع لحركة التعليم في السلطنة يدرك مدى التقدم الملموس في المنظومة التربوية والتي تسعى من خلالها السلطنة إلى تمكين أبناء المجتمع العماني من مواصلة التقدم في المجالات العلمية والاقتصادية والثقافية والسياسية كافة في عصر يتسم بالعولمة والثورة المعرفية، ويعتبر التعليم وتحسين مستواه أحد أركان المجتمع الذي يعول عليها في أحداث نقلة نوعية في التنمية الشاملة للنهوض بالمجتمعات. تتبع للتنمية في عمان، وأنا الحقيقة أقول كشاهد عيان، كان لا يوجد في عمان إلا 3 كيلو من الإسفلت عندما تولى جلال السلطان مقاليد الحكم، ولا توجد إلا مدرستين، ولا يوجد شيء اسمه تعليم فوق المتوسط. يعني اليوم وبحمد الله تعالى عمان أصبحت يعني لديها يعني عدد من الجامعات الخاصة والرسمية الحكومية، وكذلك عدد من الكليات والمؤسسة التعليمية. حقيقة قبل النهضة لا توجد مدارس إلا مدرستين أو 3 مدارس على مستوى عمان كلها، أما الآن الحقيقة المدارس قامت كثيرة، وزارة التربية والتعليم قائمة بدور كبير، المدارس يعني في كل، نحن نقول في كل قرية مدرسة أو مدرستين وليس في كل ولاية. أما عن التعليم العالي الحقيقة مشكورة جدا وزارة التعليم العالي والحكومة قامت بدور كبير، الجامعات جامعة السلطان قابوس والآن جامعة عمان إلى المعاهد والكليات التقنية والكليات التطبيقية كليات المعلمين سابقا، الآن حقيقة الكليات الخاصة قائمة بدور كبير، والتعليم وزارة التعليم العالي حقيقة، وإن شاء الله نتمنى التوفيق للجميع في مجال التعليم وهو الأهم يعني العنصر المهم يعني في كل حرف
أبشر يا عمان عيدك كل عام في حكم قابوس دايم تفرحين، اعتليتي بالفخر فوق الغمام، عامره يا بلادنا طول السنين. أبشر يا عمان عيدك كل عام في حكم قابوس دايم تفرحين، افرحين إن القارئ لخارطة النهضة العمانية لا يخفى عليه النجاح الكبير الذي حققه القطاع الصحي في السلطنة عبر مؤسساته المنتشرة في كافة محافظات الدولة العمانية، حيث يتم توفير كافة خدمات الرعاية الصحية الأساسية للمواطن العماني والمقيم في نقلة نوعية أصبحت السلطنة بمقتضاها تصنف ضمن الدول المتقدمة في مجال تقديم الخدمات الصحية على مستوى العالم. ومن أجل المضي قدما في مسيرة النهضة العمانية المباركة ولتحقيق أهداف التنمية الشاملة، حرصت القيادة العمانية الرشيدة على تنوع مصادر دخل الاقتصاد الوطني الذي لم يعد قاصرا على إيرادات النفط الخام والغاز الطبيعي، بل تعدى ذلك ليشمل القطاع الصناعي بمختلف مجالاته، والذي يشكل ركيزة هامة من ركائز استراتيجية التنمية الداعمة للاقتصاد العماني والمؤهلة لتكون بديلا للموارد النفطية، وللقطاع الصناعي العماني دورا هاما وجوهريا في سد جانب كبير من الاحتياجات السلعية للمجتمع العماني، فضلا عن توفير آلاف من فرص العمل للمواطنين. عماد التنمية في الاقتصاد العماني هو أنه أن تعمل الحكومة والاقتصاد لكي يجد مصادر أخرى بديلة عن النفط أو روافد أخرى بديلة عن النفط، وهذا كان وضع في أول خطة تنموية في سنة 1976، بدأ تطبيقها في 1976. وكذلك أقر أن الاقتصاد الخاص، القطاع الخاص هو المحرك الأساس للتطور الاقتصادي والتنمية الاقتصادية في عمان. وأعلنت أيضا أن التنمية يجب أن تكون شاملة، سواء كانت من ناحية القطاعات التي تشملها أو من ناحية المناطق الجغرافية التي تمتد إليها. والارتفاع بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات التي تقدمها الحكومة وتحسين الأداء الإداري للدولة. ثم جاءت مرحلة إنه الاقتصاد العماني يجب أن يكون جزءا من الاقتصاد العالمي، فانضمت عمان إلى منظمة التجارة العالمية، وأيضا أصبحت يعني ساهمت في إيجاد مجلس التعاون لدول الخليج العربية عند ما أسس في سنة 1981. ثم أيضا عمان لكونها عضوا فاعلا في الجامعة العربية ساهمت في تكوين منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والآن أيضا هي مساهم رئيسي في المفاوضات التي تجري لتأسيس اتحاد جمركي عربي. وانطلاقا من الجهود المتواصلة والدؤوبة التي تسعى من خلالها الدولة العمانية لتنويع مصادر دخل اقتصادها، حرصت السلطنة على إبراز جميع المقومات والإمكانيات السياحية المتنوعة التي تزخر بها الدولة العمانية من بيئة طبيعية غنية بالخيرات وإرث حضاري ضارب في عمق التاريخ، بجانب عدد من المنتجات السياحية التي تنفرد بها السلطنة من بين دول المنطقة. وتقوم وزارة السياحة العمانية بتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة والمهرجانات السياحية السنوية كمهرجان مسقط ومهرجان صلالة السياحية. وفيما يتعلق بالسياحة، عمان في أي شبر من أرضها هناك تنوع وجذب سياحي، وأصبحت أيضا بها يعني مكونات سياحية ومؤسسات سياحية وفنادق راقية ذات فئة الخمسة نجوم وما فوق، ومنتجعات جاذبة للسواح، إضافة إلى الأخلاق والشيم العمانية والضيافة العمانية.
والتنوع الديموغرافي والجغرافي في عمان. بلد على السياحة حقيقة، معنا مناطق سياحية جدا يعني كثيرة جدا في كل مناطق السلطنة، سواء في العاصمة أو في المناطق الأخرى يعني. هذا وتعتبر دار الأوبرا السلطانية الشهيرة المعلم الحضاري البارز والوجهة السياحية الأكثر رواجا في سلطنة عمان، حيث تعتبر دليلا واضحا وملموسا على الجهود التي يبذلها جلالة السلطان المعظم في دعم التنمية الثقافية والسياحية في السلطنة عن طريق الانفتاح على ثقافات العالم عبر بوابة الفنون. الحركة الثقافية تشهد في السلطنة نمو وازدهار وتغير في كل عام. نستطيع الآن أن نتحدث عن مشهد ثقافي حقيقي متنوع ويشمل جميع فنون الثقافة. نستطيع الآن نتحدث عن نهضة في الرواية، نهضة في القصة القصيرة، نهضة حتى في قصيدة النثر الحديثة، إضافة إلى الفنون التشكيلية وإضافة إلى المنتديات الحوارية. هناك جمعيات مجتمع مدني ناشطة في مجال رعاية الكتاب والمثقفين، وكذلك أيضا في السينما وفي المسرح. لدينا مشهد ثقافي متنوع في عمان. المشهد الثقافي في سلطنة عمان هو مشهد متنوع وغني، وبدأ مشواره ربما من فترة قريبة وليس بالبعيدة. ذلك بدأت التجربة العمانية بالتبلور ربما قبل فترة السبعينات، ولكن بدأت تأخذ شكل ومنحنى جديد منذ عام 1970. كانت هناك إضافة حقيقية عندما تم افتتاح دار الأوبرا السلطانية، شكلت إضافة نوعية ليس على المستوى المحلي بل على المستوى الإقليمي. ونستطيع أن نتحدث عن دار أوبرا يعني من بين الدور المهمة في العالم. ابشري يا عمان عيدك كل عام في حكم قابوس دايم تفرحين، اعتليتي بالفخر فوق الغمام عامره يا بلادنا طول السنين. ابشري يا عمان عيدك كل عام كل عام في حكم قابوس دايم تفرحين. وعلى مستوى العلاقات الخارجية، حرصت سلطنة عمان على تنمية علاقاتها مع شقيقاتها في مجلس التعاون الخليجي ومع الدول العربية الأخرى في جامعة الدول العربية، حيث أنجزت نموذجا متميزا في علاقاتها الإقليمية والدولية اتسم بالثبات والاستقرار ومواكبة استحقاقات الوضع الدولي دون المساس بالثوابت الوطنية. نحن كعمانيين نفتخر بهذا الإنجاز السياسي العظيم، على أنه مسقط أصبحت هي محطة للمباحثات بين دول كبرى، وهذا من فضل الله وفضل السياسة الحكيمة التي أرسل دعائمها حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه. فإحنا اليوم فخورين جدا بما يحدث ويتم هنا في عمان. وللقيادة الحكيمة في سلطنة عمان رؤى خاصة بشأن التهديدات والتحديات التي تهدد أمن الخليج، والتي تتطلب من دول المنطقة توحيد الرؤى واتخاذ الترتيبات اللازمة لتكفل الأمن والاستقرار الإقليمي القائم على الحوار وتبادل المصالح، والعمل على إيجاد قدرة دفاعية ذاتية لدول المنطقة، وتنسيق التعاون الدفاعي الجماعي والتعاون مع الأشقاء والأصدقاء. فالأمن والاستقرار في منطقة الخليج ضرورة حتمية وخيار استراتيجي تفرضه مصلحة شعوب المنطقة ومستقبل أجيالها القادمة، ولا يمكن تحقيقها إلا من خلال بناء جسور الثقة المتبادلة بين دول المنطقة، والعمل على إيجاد توازن قوي ومصالح مشتركة بين دول الخليج والقوى الإقليمية في المنطقة. منذ الأزل هي حقيقة عرفت تاريخيا
بأخلاقها الطيبة وأخلاق أهلها الطيبة وفي سعيها الدؤوب لنشر الخير والسلام والحضارة والإسلام في كافة ربوع الوطن. وقد سار أغلب حكامها على هذا النهج، وكان لجلالة السلطان هذا الزخم وهذا الجهد الذي أصبح يعني مضرب المثل حول العالم يعني. وجلالة السلطان عندما تولى مقاليد الحكم كان يقول: لا أريد أن أرى في خارطة العالم إلا صديقا لعمان، يعني بمعنى أنه كان يريد كافة دول العالم أن تربطها صداقة وعلاقة مع عمان يعني. وهذا ما تحقق اليوم، نحن نفخر بما وصلت إليه العلاقة يعني بين عمان وبين كافة أقطار العالم. وتتميز العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان ودولة الكويت بارتكازها على أسس وروابط عميقة ومتميزة تستمد جذورها منذ القدم، لا سيما أنها تزخر بصلات رحم وثيقة تجمعه الأنساب ووشائج القربة بين أبناء الشعبين العماني والكويتي، بما يتناغم مع العلاقة الوطيدة التي تربط قائدي البلدين الشقيقين والتي تزداد زخما وقوة يوما بعد يوم، وذلك لتذليل كافة الصعاب والعقبات التي يمكن أن تعترض مصالح شعبيهما لتجسيد نموذجا راقيا للعلاقات بين الأشقاء. والمتابع لتلك العلاقات يجد أنها أثمرت بنسبة عالية من التقارب والتعاون على جميع المستويات وفي كافة المجالات، والتي ترتكز بصفة مستمرة على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. ويستذكر أهل الكويت بكل تقدير واعتزاز الموقف الشجاع لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، والشعب العماني الشقيق إبان محنة الغزو العراقي الغاشم ووقوفه بكل قوة وصلابة إلى جانب الحق الكويتي، إلى أن عادت الكويت حرة أبية إلى أهلها. وهذا الموقف التاريخي المشرف لن تنساه الكويت وشعبها على مر السنين. مواقف كثيرة لا تحصى ومناقب عظيمة لا توصف قدمتها ولا تزال تقدمها سلطنة عمان، والتي تنهض كل يوم بصورة تبهج العالم بأسره، وتؤكد أن الله من على هذا الشعب الطيب الوفي بحاكم نبيل ورث الأصالة والرصانة والعزة ليكمل مسيرة الآباء والأجداد. فها هو جلالة السلطان قابوس المعظم يتقدم بخطوات ثابتة نحو المزيد من التميز، والذي أصبح محطة تستقطب أنظار العالم ويلتقي بها أقطاب الإبداع في جميع المجالات. واليوم وفي عرسها تلبس شوارع عمان وطرقاتها ألوان راية الفخر، والذي يرفرف شامخا معتليا الأمجاد مجدا تلو الآخر، وباعثا للأمل في قلوب وعقول الشعب العماني الوفي ليحقق التقدم أكثر وأكثر. سلام سلام يا عمان الحبيبة، سلام عليك أرض عدنان وقحطان، سلام من الأعماق ينفح بطيبه، ما هل وسمي من المزن هتان، سلام عليك أرض مجد وهيبة، سلام عليك أرض شعب وسلطان، من عهد مالك من عهد مالك لك مكانة رحيبة، أرض البطولات والتاريخ عنوان، دوما على الأعداء دوما على الأعداء عسرة صعيبة، حسنا منيعا من سنى عزمك ولان، دوما على الأعداء عسرة صعيبة، حسنا منيعا من سنى عزمك ولان، دعوة رسول الله دعوة رسول الله كانت مجيبة، لأهل الغبيرة نابعة بصدق الإيمان، الله عطاك الخير أرضا خصيبة، زاد الرخاء وتفيأت أرضك جنان، إن شئت حدث إن شئت حدث دون شك وريب، عن دولة عن دولة يشهد لها كل إنسان.
بين الدول صارت سمعتك عجيبة. يحق للعماني يفتخر باسمك عمان. بين الدول صارت سمعتك عجيبة. يحق للعماني يفتخر باسمك عمان. تاريخك الزاهي فخر نعتزيبه. مشرق بإذن الله على طول الأزمان. ويا عمان غني ويا عمان غني والفرح رتيبه. لبسي فخار العز من المجد تيجان في عهد سلطان البلد والشبيبة. قابوس قابوس باني مجدنا فخر الأوطان في عهد سلطان البلد والشبيبة. قابوس قابوس باني مجدنا فخر الأوطان. أبشر يا عمان عيدك كل عام في حكم قابوس دايم تفرحين. اعتليتي بالفخر فوق الغمام عامره يا بلادنا طول السنين. أبشر يا عمان عيدك كل عام في حكم قابوس دايم تفرحين. الوطن في ظلك أبدا ما يضام وانت يا قابوس.